تلزم الجزائر بتقديم هوية المقاومين وأن نذهب إلى الجد الثالث أو الرابع. وأعدم بالسوق القادمة لتيزي وزو بقطع رأسه أمام ملأ من الجزائريين الذين حزنوا. كنت أبحث عن الفينيقيين الذين عاشوا في الجزائر، ومن خلال مطالعتي للكتب اكتشفت أن عسكريا فرنسيا هو من قام بإرسال جماجم الجزائريين إلى باريس. بعد كاع هالسنين يعني عودوا للوطن اللي حاربوا عليه اللي جاهدوا عليه. منذ 170 عاما حفظت سرا في صناديق تحت الأرض ولم يسمع وجع غربتها أحد، واليوم تشد الرحال إلى الأرض التي ضحت من أجلها. لحظة تاريخية انتظرها أحفاد المقاومين بشغف. محمد واحد منهم، لم يتخلف عن موعد إلقاء النظرة الأخيرة على رفات جده مختار بن قويدر التطراوي، أحد رموز المقاومة الشعبية. باش تعرف واش تحس لازم تعرف واش تحس من قبل، كي كان يعني الراس نتاعو لهيه شغل حاجة يتخصك. من بين أبرز المقاومين العائدين الشريف ببغلة قائد المقاومة الشعبية بمنطقة القبائل، وكذلك أحمد بوزيان قائد مقاومة الزعاطشة بمنطقة الزيبان جنوبا. هنا بواحة الزعاطشة فوق هذه الأرض قطع رأس أحمد بوزيان ونجله الحسن ومرافقه الشيخ موسى الدرقاوي ذي الأصول المصرية في 26 من شهر نوفمبر عام 1849. تروي هذه الردوم مآسي الجزائريين الذين ثاروا ضد الاستعمار الفرنسي خلال أربعينيات القرن التاسع عشر. لم يكتفي وقتها الفرنسيون بقمع الأهالي الثائرين وإبادتهم فحسب، بل قاموا بقطع رؤوس أبطال المقاومة الشعبية وتهجيرها من موطنها. سنبحث معكم في مهمة خاصة أسباب احتفاظ فرنسا بجماجم ورفات المقاومين زهاء قرنين من الزمن، وكيف نجحت الجزائر في استعادتها مجدداً. ليشانة القرية الواقعة في ولاية بسكرة جنوبي الجزائر، ما تزال تحتفظ بين واحاتها بذكريات بطولات الشيخ بوزيان ورفاقه من أبطال مقاومة الزعاطشة للاستعمار الفرنسي الحالم بالتوسع في الصحراء منتصف القرن التاسع عشر. متقفياً آثار أقوام مروا من هنا، يسير محمد رضا زكار باحثاً عن تفاصيل قصة أحمد بوزيان. الشيخ بوزيان أذاقهم الويلات والهزائم في عدة معارك، لأن كانت للفرنسيين عدة حملات، حوالي 3 حملات، وخاصة في الحملة الأخيرة اللي دامت معاركها وحروبها 52 يوم. بعد أن اقتحموا الزعاطشة ودمروها ومسحوها من على الوجود وقتلوا من فيها، أتوا للمسجد هنا ولغموه بالمتفجرات وفجروه، ونحن نرى الركام والبقايا تاع الحجارة. دليل حقد، وأن ما كانش حرب فقط من أجل استعمار الأرض ومن أجل استعمار الإنسان وأخذ خيرات البلد، بل كان الهدف كذلك حرب دينية لمحاربة الإسلام. حبيت نعرف سبب بشاعة الاستعمار في تعامله مع هذه المقاومات، والمكان اللي رانا فيه يشهد على هذه البطولات وهذا التاريخ. حبيت نكون في من احفاد الشيخ بوزيان اللي نسمع شيء اللي ما تطرقش ليه التاريخ، لانه التاريخ مصدره العدو. في 1849
بعثت فرنسا سمعت بأن هناك رجل مقاوم له دور كبير بالنسبة لواحة الزعاتشة سيثير عليها السكان، وفعلا أخذ صيته ينتشر بين القبائل في منطقة الزعاتشة والزابة الشرقية. امتد حصار الجيش الفرنسي بقيادة الجنرال إيميل هاربيون على واحة الزعاطشة من شهر يوليو إلى أواخر نوفمبر عام 1849، واستخدم الفرنسيون كل ما يملكونه من أسلحة لتدمير القرية والوصول إلى القائد الذي أشعل منطقة الصحراء في وجه مخطط الإدارة الفرنسية للتوسع جنوبا بعد إجهاضها لمقاومة الأمير عبد القادر غربا وأحمد باي شرقا. انهزم بعد صمود 52 يوم من الحصار ومن المدافع ومن بعد المعركة تقطع الرؤوس، تنكل بالأموات، بالنساء، بالأطفال، بالشيوخ. شيوخ هنا في هذا المكان، في هذه الأرض الطاهرة، هذا التراب مسقي بدم الشهداء، هذا التراب مسقي بدم الشهداء. نحن في هذا المكان مقبرة لهنا جماعية. ما زالت رفاتهم اللي هنا موجودة، وما زالت هاي أساسات البيوت. طبعا نرى الارتفاعات والانخفاضات، الارتفاعات تاع البيوت، ركام تاع البيوت، أما الانخفاضات فهي للشوارع. تحت هذه الربوة ترقد جثامين قرابة 800 جزائري قتلوا خلال المعركة الشهيرة، فيما أخذ الجنود الفرنسيون رؤوس قادة مقاومة الزعاطشة البارزين إلى قلب مدينة بسكرة وعرضوها على العامة بنشوة الانتصار. لا ننسى أنها قد عرفت هزيمة نفسية، لأن كيف يتسنى لعدد بسيط جدا محدود أن يكبد الجيش الفرنسي، وما أدراك ما الجيش الفرنسي، هو قوة عالمية يعني. ولذلك أن فرنسا عندما قتلت بوزيان أرادت أن يكون عبرة. في مارس آذار من عام 2011، وبينما كان الباحث الجزائري في التاريخ وعلم الإنسان علي فريد بالقاضي يتجول بين أروقة متحف الإنسان بباريس لأغراض بحثية، اكتشف لأول مرة وجود جماجم ورفات تعود لجزائريين مقاومين، وآخرين رحلوا قصرا نحو كاليدونيا الجديدة. كنت أبحث عن الفينيقيين الذين عاشوا في الجزائر، ومن خلال مطالعتي للكتب اكتشفت أن عسكريا فرنسيا يدعى فيكتور غوبو كان في الجزائر خلال فترة الاستعمار، هو من قام بإرسال جماجم الجزائريين إلى باريس. خلال بحثي في المتحف وجدت 468 قطعة من العظام، البعض منها يشكل هياكل عظمية كاملة وأخرى جماجم يفتقد بعضها للفك السفلي. كانت هذه الجماجم محفوظة داخل علب خاصة في خزائن بعيدة عن أعين الزوار. تكلم مع الحكومة قال لهم يا ودي كاين جماجم من كذا تاع الناس اللي قاوموا الاستعمار إلى آخره، ماذا بكم باش يعني كنت تعاودوا تجيبوا لنا هذه الجماجم باش ندفنوهم في بلادهم. انا شفت هذيك العريضه تاعه مضيتها طبعا، وبغيت ندير محسوب مجهود جديد، نعطي نفس جديد لهذه العريضه، ودرت عريضه واحده اخرى هذه اللي محسوب نالت عدد ممتاز 30000 من الانباءات. مصادرة الفرنسيين للأرشيف الجزائري شكلت عقبة أمام أهالي المقاومين الذين نقلت جماجمهم إلى فرنسا، ما حال دون تمكن أحفادهم من الجيل الأول حتى الرابع من معرفة مكان وجودهم وإكرامهم بالدفن. في ديسمبر 2017 أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استعداد بلاده لتسليم الرفات إلى الجزائر، فتقدمت السلطات الجزائرية بطلب رسمي في يناير 2018. اشترطوا توضع تحليلات بالحامض النووي لديان لمعرفة ما إذا كانت فعلا هذه الجماجم تنتمي إلى المنطقة الجغرافية وهي شمال إفريقيا، ووضعوا بعض الشروط، يعني في الحقيقة شروط تعجيزية، وهو أن تلزم الجزائر بتقديم هوية المقاومين وأن نذهب إلى الجد الثالث أو الرابع.
هناك قوانين يجب أن تحترم في هذا الشأن، وبالنسبة لطلب استرجاع الجماجم والرفات يجب أن يقدم من طرف أشخاص مفوضين أو من حكومات رسمية، أو قد يكون من طرف أحفاد الأشخاص المحددة هوياتهم. بالنسبة للجزائر، تمت العملية بالتنسيق مع فريق من الباحثين الجزائريين المتخصصين في علم الوراثة والتاريخ وعلم الأحياء والأنثروبولوجيا. هناك عمل لمعرفة تلك الرفات ومحاولة تحديد هويات أصحابها إن أمكن ذلك، ثم استعادتها وفق الإجراءات القانونية التي يجب اتباعها. خلال منتصف القرن التاسع عشر ادعى الفرنسيون أن جلبهم لتلك الجماجم كان لأغراض علمية ضمن دراسة الإنسان، لكن في الحقيقة لم تجرى عليها أي بحوث، تم وضعها هنا ونسوها. اعترف لي المسؤولون الفرنسيون بأنني أول من اطلع على الجماجم منذ عقود. الحقيقة أن جلب هذه الجماجم إلى باريس كان لأغراض سياسية. وفق اتفاق غير معلن على أعلى مستوى، توجت الاتصالات الرسمية بين المسؤولين الجزائريين والفرنسيين بإعلان مفاجئ يقضي بإعادة جماجم المقاومين في 5 يوليو ذكرى احتفال البلاد بعيد استقلالها. لا نستطيع أن نعبر بهذا الشعور، كانت فرحتنا كأسرة وكأحفاد الشيخ بوزيان، وفرحة المنطقة كل وفرحة الجزائريين كلهم يعني بهذه بإعادة الجماجم، وإن شاء الله يعاد الجماجم التي ما زالت هناك في المتحف. كأنها جولة ثانية من المعركة وفاز بها الشيخ بوزيان، بالرغم من أنه زمزمة، وككل الجزائريين يعني كان فخر لنا كبير، وخاصة أبناء المنطقة برد هذا الاعتبار، وإن شاء الله تكون الدفعة الثانية لتسجيل النقطة على المستعمر. احنا نأمل بأن هذا الانفتاح سيؤدي إلى عمليات أخرى، وأننا سنعمل معا ربما لتليين المواقف، لأن في فرنسا يعني ما ننساش بأن هناك متطرفين وحاقدين على ما تم في 1962. موازاة مع مسعى فرنسا في تحقيق مصالحة تاريخية مع الجزائر، يواصل أحفاد المقاومين العائدين رحلة بحثهم عن الحقيقة. رحلة محمد ميرابيا حفيد التطراوي قادته إلى لقاء البروفيسور رشيد بالحاج رئيس الفريق العلمي الجزائري الذي تنقل إلى باريس وأشرف على استلام الجماجم والرفات، فرصة مكنته من رسم ملامح جده في مخيلته من خلال اطلاعه على جمجمته لأول مرة. احنا متأكدين انه هذا اعطانا جماعة ضربات عسيف فيما يؤكد انه مات في معركة. بيان سور سي ان كو ساب كي دوني فراكتور ايمونس اي نا شيرشي اسكو ارما فو با ارما فو اكسيتيرا. حقيقة في اول لقاء لما تفتح أبواب تلك الخزان كأنها فتحت أبواب التاريخ، قرينا لهم الفاتحة بصوت مرتفع لأنها كأننا نقول ها نحن أملاء الجزائر جئنا إليكم من أجل أن نحرركم، وكان فيه الشعور الثاني أنه ثقل المسؤولية اللي عطوها لنا باش نجيبوا هذوك الجماجم. خلاص كما تقول لما تلتقي مع أسير ميت كأننا أسير لازم نرجعوه لبلاده. المحطة هذه بالنسبة لي محطة هامة وحاسمة في البحث نتاعي على جدي مختار بن قويدر التطراوي، لا سيما راني مع بروفيسور بالحاج، هو اللي واحد من اللي اقترب ليهم اقترب هذوك الجماجم. كذلك كاين هذاك الجانب الروحي، الجانب العاطفي، كي قراو عليهم الفاتحه شقول احنا كانوا في بلاصنا مثلونا احنا.
منطقة التيطر التاريخية الفاصلة بين شمال البلاد وجنوبها، شكل المقاومون بها حصنا منيعا لإفشال مخطط توسع الفرنسيين نحو الصحراء. الشيخ مختار بن قويدر التطراوي تنقل بين جبال التيطر وصولا إلى منطقة القبائل، حيث قاتل إلى جانب شريب بغلة وفاطمة سومر، وفصل رأسه هو الآخر عن جسده ونكل به على مرأى والده قويدر المتنكر بين الجموع. شهيد مختار ابن الشيخ قويدر التطراوي فقتل إثر معركة حدثت في 29 ديسمبر سنة 1855 في منطقة القبائل، وأعدم بالسوق القديمة لتيزي وزو بقطع رأسه أمام ملأ من الجزائريين الذين حزنوا، عوض أن يكون ذلك عبرة لهم بل ازدادوا حقدا على المستعمر بعد الحادثة تاع قطع الرأس أو إعدام الشهيد مختار التطراوي بالسوق القديمة من طرف النقيب بوبريتر. أخيرا راني هنايا في الموقع اللي ندفن فيه سي قويدر التطراوي الأب نتاع مختار التطراوي، في زوج مجاهدين واللي بعد كاع هالسنين يعني عودوا للوطن اللي حاربوا عليه اللي جاهدوا عليه. لحظة وصول رفاته إلى الجزائر لم يتوانى حفيده الرابع محمد ميرابيا في استقباله، ومن هنا بدأ فصلا جديدا من مشوار البحث عن أدق التفاصيل المرتبطة بجده. كان هنا مقر السكن تاعو هنا، هنا اللي كان يجتمع قويدر التطراوي ومعه وليدو المختار، يجتمعوا مع مناد باش يتداولوا على هذه كيفاش يديروا مقاومه كما تاع الامير، كيفاش ينوضوها، كيفاش ينوضوها، لان مناد هذا مناد كانت عنده قيمه مع المشايخ منا ومنا. يعني شعور خاص افتخار، ونحس يعني بلي راني في الخطه نتاعو، راني نمشي وين كان يمشي هو، راني في هذاك المحيط الجغرافي، المحيط الثقافي، المحيط الثوري اللي كان ماشي فيه. بمسقط الراس بولايه المديه اجتمع شمل عائله بن قويدر التطراوي. يا مو ان شاء الله اليوم راح نعاودوا نرجعوا التاريخ نتاعنا ان شاء الله باذن ربي، التاريخ نتاعنا والتاريخ نتاع البلاد. دوكا راني تاريخ ليكم نتوما، انا راني تاريخ يا ما على هذه الكلمه، والله يعطيك الصحه هذه، والله والله راني تاريخ ليكم. اي راني هذوك اللي قلت انا غير زياده، اللي نقول انا غير زياده. تدور عجلة الزمن وتنتقل معها حكايا الأولين، حكايا بطولات مقاومين توارثتها أجيال متعاقبة وأصبحت خلال القرن الحادي والعشرين جزءا من ذاكرة شعب بأكمله. ما مدو بي كريس بكم تابهانا. المكسب الكبير والنجاح اللي تمكنت الجزائر من استرجاع الدفعة الأولى المتمثلة في هذه الجماجم، والنتيجة الأهم هي فرنسا لم تكن تفعل ذلك إلا انتقاما لما أذاقها شيخ بوزيان ورفاقه من ويلات من خلال هذه المقاومات بالرغم من ضعف الإمكانيات ومن جميع النواحي. عودة جمجمة المقاوم القائد بعد أكثر من قرن ونصف القرن جمعت أجيالا حول مائدة التاريخ. هذا سقسيك جدي الله يرحمه، سما خلاك انت يا الدراجي خالي الدراجي وبو زيان اللي مات في الثورة، وانت يا محمد والأخضر والبشير، يقولوا خلى زوج بنويات هنية وفاطمة، هنية اللي جداك يا أم سيدي الله يرحمه. التاريخ الذي يشترك فيه الشيخ بالصغير الحفيد الثالث لأحمد بوزيان ومحمد الحفيد الرابع، ومعهما الشاب محمد رضا الباحث عن حقائق قصص الثائرين الأوائل في وجه الاستعمار الفرنسي. هذا خلي راكب مركز زعاتر والشماع والكل في قسنطينة، بيقول كي براح البراح في المدينة وتحلوا بيبان قسنطينة، حطوا الكراسة واستناوا بوزيان وش يقول، لكن هو خلي المركز تاع الحومة هذه أكل. هما قال لك كي داو داروا الهون لقوا في باب جزرنا تشوفوا الناس كل، اكون قدرت نجيب دماغ جدي نديرو في فليزه واحد يشوفني ونجيبو فليزه ونجيب روح لبلادي ونلحقوا لبلادي. يا لك يا خالي ما جبدي والله يديك
شكلت إعادة جماجم المقاومين مادة دسمة للباحثين. خلال التحريات اتضح أن عددا من الجماجم تعود لأشخاص ماتوا بجزر كاليدونيا الجديدة ضمن عمليات التهجير القسري للجزائريين أواخر القرن التاسع عشر واستمرت مطلع القرن العشرين. كنا نتكلموا على شحال كان عنده أطفال، كم من مرة تزوج، عنده شحال أحفاده، لأننا في البحوثات العلمية تاعنا في أغلب الأحيان كانت فينا صعوبات باش نلحقوا الأهل الأحفاد تاعو. دراسة تاع الحمض النووي كان فيه صعوبة، ومازال المجال إن شاء الله للبحوثات باش نجمو تكون عندنا باش نعطوا للجيل وجاي نعطوهم وثائق علمية يستغلوها إن شاء الله. أصبح محمد الآن عنصرا مهما من مسار عمل فريق البحث. أجري له تحليل الحمض النووي والنتيجة ستثبت نسبه إلى جده المقاوم تطراوي. دوكا راح يعطينا إن شاء الله هنا لي الفرصة باش يدير هذاك العلاقة خيط يعني بيني وبين جدي مختار بن قويدر تطراوي. هذه حاجة دابور هذا ستانكارد يعني هدية رائعة، ما كانش اللي يطعني هدية كيما هذه. استعادة الدفعة الأولى من جماجم المقاومين شجع الجزائريين على الضغط أكثر على فرنسا. رجعوا 24 دوك قعدوا 444. عاد 24 مقاومة وبقيت في المتحف 444 جمجمة، بين هذه الجماجم 70 لشهداء معركة الزعاطشة. هناك أيضا جماجم ضحايا معركة قسنطينة عام 1837. هناك أيضا عشرات الجماجم التي يجب ترحيلها إلى الجزائر، تعود بعضها لضحايا مجازر في الأغواط عام 1852. كانت إبادة عرقية. أبدى الجانب الفرنسي حسن نية في المضي نحو معالجة ملف الذاكرة مع الجزائر بتعيين الرئيس إيمانويل ماكرون المؤرخ الشهير بنجام أسطورة لتولي مهمة تحمل عنوان تحقيق المصالحة التاريخية بين البلدين. علينا إحراز تقدم. أعتقد هناك فعلا تاريخ لا يزال مؤلما بالنسبة للبعض لأن الجرح حديث. التاريخ بين فرنسا والجزائر ما يزال معقدا، لكن من جانبنا نحن مسؤولون عن حفظ هذا الموروث الذي وصل إلى متحف الإنسان عبر التاريخ. باشرنا حوارا مع نظرائنا في الضفة الأخرى من المتوسط. أعتقد أنه بهذا سنصل إلى فهم أفضل. السلطات العليا في الجزائر بدورها كلفت عبد المجيد شيخي أمين سر الأرشيف الجزائري ومستشار الرئيس عبد المجيد تبون بتولي المهمة مع نظيره الفرنسي بنجام أسطورة. وفي الأجندة ملفات عالقة قد تعثر مسار العمل المشترك. هي الملفات اللي موجودة أو البعض منها هو ملف الأرشيف، ملف استرجاع الرفات، ملف المفقودين، هذه الملفات الرسمية، ملف الآثار التفجيرات النووية. تكتم كبير يسود العلاقة بين الجزائر وفرنسا، فالذاكرة ما زالت موجعة والألم ما زال حاضرا بين الضحية والجلاد، ولا تلوح في الأفق القريب ملامح واضحة لتقريب الرؤى، على الأقل جلوس مؤرخين جزائريين وفرنسيين على طاولة واحدة لكتابة تاريخ مشترك يكون فيه الاعتراف بالأخطاء والتسامح أبرز سطوره.